وللمتابعة ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش. سيد محمد، إذن ما هي المهمة المنوط بها الوفد المصري بعد كل هذا التعثر في الأيام الماضية؟ يعني أولا هناك مسارات للتفاوض حول التهدئة والمصالحة وما بعد التهدئة والمصالحة، ويريد الوفد الأمني أن يطمئن الرئيس محمود عباس، الوفد الأمني المصري أقصد، يريد أن يطمئن الرئيس محمود عباس بأن المسار المصري هو الأساس في الحوار وفي المناقشات وفي المقترحات المتعلقة بمستقبل التهدئة ومستقبل المفاوضات حول التهدئة وحول إنهاء الانقسام والمصالحة. وبالتالي يعني هناك يعني شكوك كبيرة جدا لدى السلطة الفلسطينية حول مسار يعني آخر غير المسار المصري، وهو الذي يثير شكوك حول إمكانات يعني أن تكون القضايا الإنسانية مدخل للمصالحة والتهدئة، ومدخل أيضا بالنسبة للفلسطينيين إلى انفصال قطاع غزة عن القضية الفلسطينية وعن الضفة الغربية والقدس. لكن حتى الآن وبالتالي أستاذ يعني هواش، يريد الرئيس محمود عباس غزة تؤكد التأكد على من أن الراعي المسار المصري، المصري هو ورام الله الأساس، أيضا وبأن تؤكد على التهدئة الراعي المصري. التي يتم التفاوض حولها الآن هي نفس أستاذ يعني هواش لو تسمعوا لي، التهدئة التي أعلنت في نهاية يعني ال يعني نهاية الحرب عام 2014، وأعلنها الرئيس محمود عباس أمام الجميع، وبالتالي يريد الرئيس محمود عباس التأكد من ذلك. وتأكد الرئيس كما قيل يعني في المعلومات القليلة المتوفرة حول اللقاء بأن الرئيس محمود عباس تأكد وأكد أيضا أن المسار المصري هو الأساس وليس أي مسار آخر، وبأن يعني الفلسطينيين يعني راغبين تماما باستمرار جهود مصر في التهدئة والمصالحة أيضا، ووفق الأسس التي يراها الرئيس محمود عباس أساسا لتقدم المصالحة ونجاح المصالحة، على أن تكون مصالحة حقيقية، أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة لا ثمن لتمسك أو دخول الحكومة أو مد ولاية الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة بالكامل، لأنها حكومة لكل الفلسطينيين وليس لفتح أو لحماس أو لأي فصيل آخر. واستكمال أيضا يعني مهمة الحكومة من إدارة قطاع غزة وفكفكة الحصار إلى يعني إنهاء كل أشكال الحصار والعقوبات على قطاع غزة، وفتح المجال أمام تطور قطاع غزة باتجاه آخر، وأيضا تطور المسارات الأخرى المتعلقة بالمصالحة، أي إقامة أو يعني الاستعداد لإجراء انتخابات عامة فلسطينية رئاسية وتشريعية جديدة، وانتخاب مجلس وطني حيثما أمكن ذلك. نعم أستاذ هواش، كنت قد سألتك أنه غزة حتى الآن تشدد على الراعي المصري، ورام الله أيضا تشدد على الراعي المصري، فأين المشكلة إذن؟ هل المشكلة كما يعني قالت بعض التسريبات في مسألة توأمة المصالحة والتهدئة، أو محاولة الراعي المصري التوأمة بين هذين المسارين التهدئة والمصالحة في نفس الوقت؟ نعم، يريد الرئيس محمود عباس أن تكون هناك يعني مصالحة، وأنه لا معنى لأي تهدئة جديدة بدون مصالحة وبدون فكفكة يعني كل أشكال الحصار حول قطاع غزة وفي قطاع غزة أيضا، وبأن المصالحة هي الطريق الوحيد والسليم لإنهاء مشكلات قطاع غزة الإنسانية، وليس يعني اقتراحات من هنا أو هناك حول بناء مطار في إيلات وبناء ميناء أو رصيف في قبرص او يعني كل هذه المداخل الانسانيه لفصل قطاع غزه عن الضفه الغربيه والقدس. شكرا لك استاذ محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي من رام الله.